هل تقترحوا هذا الاستطلاع؟ تنضم إلينا الآن من ولاية منلاند أستاذة الإعلام في جامعة منلاند الدكتورة سحر خميس. دكتورة أهلا وسهلا بك عبر شاشة قناة المملكة. دكتورة نتحدث أكثر حول هذا الاستطلاع للرأي وانعكاسه فعليا على أرض الواقع وتحديدا على الرأي العام الأمريكي تجاه ما كان يسمى سابقا بالطفل المدلل الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة الأمريكية. تفضلي. شكرا لكم على الاستضافة. بالفعل قامت جامعة ميريلاند التي أفتخر بالانتماء إليها بالمشاركة مع جامعة جورج واشنطن الأمريكية بإجراء استفتاء لاستطلاع الآراء للأكاديميين والباحثين الأمريكيين حول الوضع القائم الآن في فلسطين المحتلة والاعتداءات وانتهاكات حقوق الإنسان الصارخة ضد أبناء الشعب الفلسطيني. وأظهر استطلاع الرأي الذي أجري على 1729 باحث وأكاديمي أن هناك بالفعل نسبة 61% يؤيدون فكرة استخدام مصطلح أبارتايد بمعنى طبعا الفصل العنصري كما نعلم، مقارنة بنسبة تتراوح بين 52% إلى 59% في العام الماضي عام 2021. فما هي أسباب زيادة هذه النسبة؟ أعتقد أن أهم أحد هذه الأسباب هي الحملات المنظمة والممنهجة التي نجح ناشطين وأكاديميين وباحثين فلسطينيين وعرب بصفة عامة في أن يقوموا بها خلال العام المنصرم عام 2021. كان هناك حملات كبيرة وواسعة النطاق باستخدام وسائل الإعلام، باستخدام أيضا مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت بصفة عامة لنشر فظائع الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه ضد أبناء الشعب الفلسطيني. وهذا الأمر أدى بالفعل إلى حراك شعبي لم نشهده من قبل في الولايات المتحدة الأمريكية وربما أقول أيضا حول العالم. نعرف أن هناك مظاهرات حاشدة خرجت في مدن أمريكية كبرى مثل واشنطن ونيويورك وغيرها، بالإضافة إلى عواصم العالم المختلفة باريس ولندن وغيرها، مظاهرات كبيرة وحاشدة لدعم أبناء الشعب الفلسطيني وقضيتهم العادلة. هذا أمر لم نشهده من قبل، أمر غير مسبوق، وبالتأكيد أثر على الرأي العام وأثر أيضا على آراء وتوجهات الأكاديميين والباحثين. وهناك أيضا مؤشرات هامة للغاية مثل على سبيل المثال جامعة هارفارد، وهي طبعا كما نعرف من أكبر وأكثر الجامعات عراقة حول العالم، هي الآن أصدرت أيضا تقرير تستخدم فيه كلمة أبارتايد أو كلمة الفصل العنصري لوصف ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وهناك جمعية ميسا ميدل إيست ستادي أسوسيشن أو جمعية دراسات الشرق الأوسط التي قامت أيضا بإصدار تصريحات تستخدم نفس المصطلح. طب دكتورة عندما نتحدث عن أكاديميين وباحثين، إذا نتحدث عن فئة نخبوية في المجتمع الأمريكي، بالتالي كيف يمكن استثمار هكذا استطلاعات للرأي وهذا التوجه وهذا التغير في الرأي العام الأمريكي لدى هذه الفئة النخبوية تجاه الاحتلال الإسرائيلي، تحديدا فيما يتعلق بإدانة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية، في القدس، في قطاع غزة المحاصر إلى غير ذلك؟ طبعا هذه مؤشرات هامة للغاية كما تفضلت حضرتك، أن هناك بالفعل فئة نخبوية، هذه الفئة المثقفة تميل دائما إلى الليبرالية أو مواقفها تتسم بالليبرالية بصفة عامة، ومع ذلك بالفعل هذه الصورة التي نراها الآن تعتبر مؤشر هام ودليل قاطع على تغير كبير في الموقف نحو إسرائيل. لأن كما نعرف هناك لوبي إسرائيلي نشط جدا في واشنطن، في نيويورك، في كثير من المدن الأمريكية وعواصم أخرى كبيرة حول العالم. هذا أمر ليس خاطئا على أحد، ولكن الجديد في الأمر كما ذكرت هو زيادة فعاليات الجالية الفلسطينية والجاليات العربية بصفة عامة، خاصة فيما يتعلق باستغلال الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. أعتقد أن هذه الاستطلاعات وهذا التغير في مواقف فئة هامة ونخبوية مثل الباحثين والأكاديميين لا شك أنها سيكون لها انعكاسات كبيرة، كما شهدنا في تقرير منظمة ميسا أو مركز دراسات الشرق الأوسط ومنظمة دراسات الشرق الأوسط، وهي منظمة كبرى للغاية تضم كثير من الباحثين من مختلف أنحاء العالم المعنيين بدراسات الشرق الأوسط. أيضا جامعة طبعا هارفارد أكبر جامعة في العالم وأكثرهم عراقة، عندما تصدر مثل هذا التقرير وأيضا تستخدم هذه الكلمة التي طالما حاولت إسرائيل جاهدة ألا تدرج وألا توصف بها إسرائيل أبدا، الآن تستخدم هذه الكلمة. فكل هذه في رأيي دلالات ومؤشرات هامة على تغير كبير ينبغي على أبناء الجاليات العربية والفلسطينية استغلال هذه الفرصة. دكتورة سارة، أنت تحدثت في نقطة في غاية الأهمية عندما تحدثت عن اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا اللوبي عندما يرى هذه الاستطلاعات بالرأي بكل تأكيد سوف يكون له كما يقولون هجمة مرتدة للرد على هذه الاستطلاعات، وبالتالي محاولة كي الوعي لدى الرأي العام الأمريكي وإظهار إسرائيل كأنها دولة تتعرض بحسب قولهم
إلى الإرهاب وإلى المضايقات إلى غير ذلك. كيف في المقابل اليوم يمكن مواجهة ردود أفعال من المؤيدين لإسرائيل في ظل هكذا استطلاعات للرأي تؤيد الشعب الفلسطيني؟ بالفعل بدأت هذه الهجمة المرتدة، بدأت بالفعل هناك أصوات في بعض القنوات اليمينية المحافظة مثل قناة فوكس نيوز وغيرها التي لها ميول يمينية تدعم الجانب الإسرائيلي خاصة اليمين الصهيوني المتطرف، بدأت أصوات تقول أن مثل هذه الاستطلاعات غير موثوق بها وأن هذه الآراء غير سليمة وأن هذا التصنيف هو تصنيف غير عادل، وبدأوا بالفعل يعقدوا بعض الاجتماعات وبعض المؤتمرات لمحاولة ضحض كل هذا الأمر أو هذه التصنيفات. ولكن أعتقد أن أهم يعني سلاح من الممكن أن يستخدم الآن هو بالفعل سلاح الحقيقة التي يجب أن تصل إلى الرأي العام عن طريق منصات التواصل الاجتماعي. هذه نقطة هامة لأن اللوبي الصهيوني طالما يعني سيطر على الإعلام التقليدي، على الصحف الكبرى، على محطات التلفزيون، الفضائيات، الراديو، كل هذه يعني الوسائل الإعلام التقليدية سيطر عليها اللوبي الصهيوني لسنوات طويلة، وبالتالي كان يستطيع أن يسيطر على السردية، الناراتيف، القصة التي يقدمها هي قصة إسرائيل واحة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط وأنها يعني مستهدفة وأنها تتعرض لدائما يعني العداء من جيرانها العرب. كل هذه الصورة الآن لم يعد من الممكن أن تصدرها إسرائيل إلى العالم أجمع نظرا لوجود فرديات أخرى تضحك كل ذلك. عندما نرى صور بالفعل يعني يقولون يعني seeing is believing، ما نراه هو ما نصدقه. عندما نرى صور تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي لأطفال يقتلون بدم بارد في فلسطين ونساء تصرخ واستهداف الأبرياء، أعتقد أن سلاح التواصل الاجتماعي، منصات التواصل الاجتماعي سلاح هام جدا يجب على أبناء الجالية العربية والفلسطينية الاستمرار في استخدامه بكفاءة عالية. أشكرك جزيل الشكر دكتورة سحر خميس أستاذة الإعلام في جامعة منلاند من ولاية منلاند، شكرا جزيلا لك.